بكم أنا أنطلق من موقع الترابط والارتباط والعلاقة العضوية، لأن المحاكمات والملاحقات ليست شأنا قضائيا ولا هي رجع لصدى المحاكم، وإنما هي الخلفية والأرضية التي يدور فيها الاقتراع في انتظار أن يصبح انتخابات، الذي كان يتحدث عنه الأستاذ أحمد نجيب الشابي. هذه الانتخابات التي من المفترض أن تنعقد بعد أسابيع تدور في جو من الملاحقات شبه اليومية، وما يبلغ إلى الأسماع هو غيظ من فيض، تتم في جو من إضرابات الجوع. أنا بالأمس قابلت جوهر بن مبارك، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، ولكن من المؤسف جدا أنه أستاذ قانون دستوري معارض للسلطة الحالية، كل ذنبه أنه عارض السلطة الحالية ومهزلة ما يسمى بقرار ختم البحث الذي كان مثار للتندر والتفكه والسخرية داخل حدود تونس وخارجها، تؤكد أن القضاء لا يعيش فقط أزمة استقلالية، وإنما هو أداة موظفة في يد السلطة لاستهداف معارضيها رغبة في تخويفهم، وخاصة التخويف بهم والانفراد بشأن العام. حاليا كما تعلمون القضايا والملاحقات التي انطلقت منذ أكثر من سنة ضد القيادات السياسية المعارضة هي حاليا في أواخر الطور التحقيقي، وربما تحقق تونس سبقا في أن تتزامن الانتخابات بين ظفرين مع المحاكمات. تقريبا الزمن السياسي والزمن الانتخابي في تونس سيتقاطع مع الزمن القضائي، مع زمن المحاكمات الظالمة، وعندها ربما نحقق رقم غير مسبوق في التاريخ، هو أنه مع تعداد الأصوات سيكون هناك تعداد للأحكام الصادرة بحق المعارضين. كل ما يمكن أن أقوله دون أن أدخل في التفاصيل أن السجون التونسية حاليا من سجني المرناقية وبرج العامري في العاصمة إلى سجون الجنوب مرورا بسجن برج الرومي وسجن المسعدين، بها مساجين سياسيين كل ما اقترفوه أنهم كتبوا كلمة أو أبدوا موقفا معارضا للسلطة. هذا ما تشهد به الملفات وما تشهد به الإجراءات، أن السلطة الحالية قد تحيلت في استعمال إجراءين خصصا لمكافحة عتات الإرهابيين وسنة نصوصهما في ذروة سن النصوص المكافحة للإرهاب منذ سنوات طويلة، وهي الشاهد المحجوب الهوية، هذا ما تعرف عليه ب إكس 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 إلى غير ذلك، وبدعة جديدة هي منع التداول. وهنا أؤكد أمامكم أنه لا وجود لأي قرار في منع التداول في أي قضية. هناك مراسلة موجهة من قاضي التحقيق في قضية بعينها هي قضية التآمر، موجهة إلى شخص لم يكن حينها مباشرا سي نوري اللجمي ربي يذكره بالخير، للرئيس الهيكار ربي يذكرها بالخير، اللي هي بيدها ما عادش موجودة. إذن هو مرسل من غير ذي صلاحية إلى غير ذي وجود. فيما زاد على ذلك، الذي يخاف الحقيقة هو الذي يسعى للتعتيم، ولكن الحقيقة تنتصر دائما وستنتصر في النهاية. شكراً.